احنا قلنا اليوم انه هدفنا الاول هو الكبار السن، الهدف الثاني هو العالم ذوي الاحتياجات الخاصه اللي ما عم تقدر تنزل تجيب اغراضها او حدا يساعدها لحتى تجيب اغراضها، الثالث هو الاشخاص اللي فقدوا عملهم خلال الفتره هي ضمن الحجر الصحي الموجود، بانه هن بحاجه كمان مين يدعمهم بسله غذائيه بسله صحيه، كمان هدول جهه. في المواد اللي جايه ممكن تكون حامله شيء، ممكن يكون حتى المتطوع اللي جاي ما عندنا اجهزه فحص كامله نقدر نفحصه ونعرف انه هذا الشاب لا سمح الله في شيء او معه شيء. فنحن اليوم اي متطوع بده يجي لعنا بده يتبع التعليمات. هلا نحن بالتوزيع اكيد رح نكون اخذين كل الاحتياطات الكامله من الكمامه من الكفوف، علبه معقم موجوده معنا حتى توصل الوجبه نظيفه ونحن نضلنا بخير.